أهان الرسول عليه الصلاة وأتم التسليم عن الدخول إلى بعض البيوت، ولكن أي بيوت؟ إنها البيوت التي لا تدخلها الملائكة والتي تسكنها الشياطين، وبالتالي لا تحصل فيها البركة أبدا. يوجد بعض الأحاديث النبوية التي تحذرنا من الأمور التي تبعد الملائكة عن بيوتنا، من البيوت التي لا تدخلها الملائكة فيها صورة. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني زربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقم في ثوب؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود. كما يوجد دليل آخر عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. رواه النسائي. قال الشيخ الألباني: صحيح. كما نستعرض لكم دليلا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها بساط يوطأ، فإن معشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. رواه النساء. قال الشيخ الألباني: صحيح. أيضا من البيوت التي لا تدخلها الملائكة، وهي التي يوجد فيها تماثيل. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. رواه أحمد والترمذي وفي صحيح. أيضا البيوت التي لا تدخلها الملائكة التي يوجد فيها الكلاب، والسبب الرئيسي نجاسة لعابه. للأسف في يومنا الحالي قليلا أن تجد بيوت لا تربى فيها الكلاب على الرغم من نجاسته المغلظة. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت قد أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في الباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين طوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جرو للحسين أو الحسن تحت نضد له، فأمر به فخرج. رواه أبو داود والترمذي ولفظ له، وقال حديث صحيح، والنسائي وابن حبان في صحيحه، قال الألباني صحيح. كما أوضح الإمام النووي الأمر حيث قال: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مهضاهات لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله للنجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطان كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، وأيضا لقبح رائحة الكلب، كما أن الملائكة تكره الرائحة الكريهة، ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه، ودفعها أذى الشياطين، كما أنه قال في هذا الموضوع: وأما هؤلاء الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. وكذلك البيوت التي لا تدخلها الملائكة فيها أجراس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها. كما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيت فيه جرس. رواه أبي داود. وقال الشيخ الألباني: حسن. عن أم مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تدخل الملائكة بيت فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه النسائي. وقال الشيخ الألباني حسن. ومن البيوت التي لا تدخلها الملائكة التي فيها بول منتقع. عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني صحيح. وقد ذكر لنا طارق الحمودي فائدة في مقال له بعنوان: تحبير قول في معنى الحديث لا تدخل الملائكة فيه بول. وقد ذكر لنا طارق الحمودي فائدة في مقال له بعنوان: تحبير القول في معنى حديث لا تدخل الملائكة بيت فيه بول. الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيه جلد نمر. رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني صحيح. ثلاثة أشياء لا تقربهم الملائكة. عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق في رواية متزعفران، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني حسن. ويقصد بالخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، ولقد نهى عنه لأنه من طيب النساء كما في النهاية. والجنب معروف، وهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وبالخروج الماء الدافق، ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجناب عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير. كما أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. عن جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث، فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. رواه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني صحيح. الملائكة تتنزل على بيوت يقرأ فيها القرآن. بيوت لا تدخلها الملائكة والتي لا يقرأ فيها القرآن. عن أبي سعد الخدري أن أسيد بن حاضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل المظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.